ديال الفيديو الثاني الخوت هو هذا الرومبوان اللي غادي يدينا طريق المداري الشمالي الشرقي. ما تدوزوش نتوما هكا على اليمين، هنا راه التيران كما كتشوفوا معايا، غضربوا الرومبوان وغتجيو من هنا وغتمشي نيشان هكا. ها هو دابا الطريق المداري الشمالي الشرقي. واحد السيد قال لنا علاش ما التوقيت غير مناسب، احنا اخويا درنا لك التوقيت المناسب ديال التصوير. ها هو اخويا التوقيت المناسب هو هذا. اذا دابا هذا هو الطريق المداري الشمالي الشرقي الخوت، راه مازال ما كمل، باقي فيه دابا، باقي فيه داك بارز، باقي فيه ديك قنطرة واد سوس هما اللي حابسينهم. الله الله، كما كتشوفوا معايا التراك راه يا سلام، راه هاد الجزيرة ما عندك ما تسلم والله العظيم، هنا راه كاينة الصعوبة واخا هكا، كيبان لي هنا ماشي زعما هادشي ساهل. هنا المهم حنا كنصورو لكم التراك فاش نيو كما كيقولوا، هاي طريق نيو الخوت. هادي دابا راه غادي تمشي بيا حتى البلاصة فاش خدام انا الدراركا، ولا كاع حلو دابا داك الرومبوان ديال لي زاميكار نولي نتقد من الدار تما من لي زاميكار سير الله، ما تبقاش كاع توحل مع لومبوتياج ما توحلش. او مرة ما عطيش كيركبو هنا، او ما خدامين ما يعاونهم. ليكليسير هادو لا عمرها دارت الشركة، هادي غتكون 100% لا ليم بلونش، وما هادوك الليم بلونش الله يعاونهم بالخط الابيض سير الله. هو تيبان لي التيران من هنا، دابا شي نهار نكون مسالي نحط الطونوبيل نصور لكم التيران من هنا. خاسرين عليها التيران داز زبالة ديال الفلوس اللي خاسرين عليه، ويعاودو تاني يخسرو عليه في هداك الديموند هادي زعما في الترشح ماشي لا كوب دي مون. لا هادي البارتي هادي اللي دارو هنا زوينة، هادي ديال ليكليسيير يا سلام كتمشي في الأمان. البارح صورت لكم بالليل، دابا راه باين دابا داكشي. هاد الماي بيكارات خصهم يحضيو راسهم صراحة، دابا باقي حنا دابا حفظنا هاد الطريق هادي، هنا راه هاد الطريق هادي راه تنصوروها فاش يلاه بداو كيديرو ليها القدر. غايجي شي واحد دابا يطرقو والله تيطرقو مسكين، البيكالات هادو نورمالمون خصهمش يدوزو بحال هاد الطرق هادا، ناجي طريق صعيبة هادي، الملعب كبير مدخل تالو دانت المركز الاستشفائي الجامعي الكلية مطرحة كادير، هادو اللي كيقدر بلايك ما عندك ما تسالم، داكشي ضابطين. هما واحد السيد كنشكروه بزاف اللي عطالينا الاسماء ديال اش كيقولوا ليه تم لاستو داك الشيء راه عطاهم لي الله يرحم ليه الوالدين اللي كان كيشوف هذا الفيديو هذا، عطاني السميات كامل و... عرفتش كان قال لي قال لي ازرى الرك تبع لاكادير عنده الص الدراكا عنده الصحه تبع الدراكا، قال لي الدوار هادو كاملين كانوا تابعين الدراكا. ولكن دابا شي وحدين ولاو تابعين لاكادير، شي عاد التقسيم ديال الدولة هي اللي كدير. الطريق يا سلام مسرحة الطريق ما عندك ما تقول، ولكن راه ما تبقاش ديما هكا، إن فوا يعرفوها الناس تا هي غادي تا سميتو. المهم شوف راه الطريق كما كيقولوا الاختصاصيين الطريق راه هو شريان الاقتصاد. شنو هي شريان الاقتصاد؟ كل شيء دابا على الطريق، كل شيء على الطريق، البنية التحتية الطرقية راه مهمة بزاف. وباش نناقشوا واحد الموضوع الخوت بغيتكم تعطوني الآراء ديالكم عليه، وهو البي اش ان اس، الناس اللي واعرين في هذا الدومين هذا. أنا الرأي ديالي راه غيكون باين، أكادير دابا ما حسن ليها واش البي اش ان اس ولا هذاك سميتو ترامواي. انا غنقول لكم ترامواي، لان ترامواي راه اولا سي لو بلون ديال لينيرجي، راه ما كيديبونسيش هذاك ما كيخدمش بالمازوت ديزل،
اذا كما كنقولوا بالانجلي انفايرمنتلي فريندلي، صديق للبيئه، بينما هذاك الاخر راه ماشي صديق للبيئه، داك البيئه شينيز غير هو كاين اللي غايقول لي لا بالنسبه لمدينه كادير ما كتحتاجش دابا ترامواي، نبداو دابا الا كانت هذيك القضيه ديال نبداو بالبيئه شينيز ان شاء الله من هنا قدام نديروا لنا الدوله داك ترامواي راه مزيانه، لان كما كيقول لك راه تبقى لي البلاصه فاش يدار. المهم ولكن اللي خاص مدينه كادير واللي ما كرهناش دابا ان الدوله تفعلوا مزيان دابا هو داك التي جي في، راه نهار يطلقوا لينا التي جي في الخوت يا سلام، غتولي ديك الساعه كاع ما تحس الطوموبيله بغيت تسافر، ولكن خصهم يقادوا لينا من كازا حتى الاخر حتى لهنا. داك دابا هو تيحبس في كازا جاي من طنجه، وبالنسبه لي انا احسن يديروه لي فرونسي، كاين اللي ما غايحملنيش علاش، لانهم بداو مع الستوم، ياك بداو مع الستوم دابا هي اللي قاداتو صافي خليوها هي، راه كما كيقول لك المثل لي زونغلي كيقول لك بيتر ديفل يو نو، من افضل الشيطان الذي تعرفه. لاشين حتى هي راه الا كاع قادات لك راه غيكونوا الهدف ديالهم حتى هو تجاري، غيبغي يدخلوا لك السوق المغربيه ولا داكشي، والله اعلم. حنا ديما كنقولوا والله اعلم. شوفوا دابا معايا هاد الطريق هادي كما كنقولوا الحمد لله والشكر لله، حنا ولاد اكادير وبقينا حتى شفنا هاد الطريق هادي، فين عمرنا حلمناه بعدا؟ حنا اش كان الحلم ديالنا حنا في اكادير؟ كان الحلم ديالنا ديك الساعات غير ديك طريق مراكش يقادوها ويديروا فيها لي تريمي، ولكن دابا مع هذا البرنامج الملكي ديال 2020-2024 ديال برنامج التنميه الحضاريه، راه هنا باش تعرفوا بان المغرب راه واحد اللي كياخذ لي ديسيزيون، ها باينه واحد اللي كياخذ لي ديسيزيون، صافي يدير بان الملكي لا بغا شي منطقه تافونسي راه تافونسا. علاش؟ لان كما كنشوفوا دابا هذا الفساد هذا اللي كاين في المجالس المنتخبه، راه كتشوفوا ديك الصفحه ديال الفرشه شحال واحد تتفرش، وكتشوفوا هادو دابا مسخط الوالدين اللي بداو تيتكاو على هاد المساعدات، هادو دوك الفيسبوكيين وداكشي كيبداو يجمعوا الفلوس، ماشي كاع فلوسهم هادوك، فلوس المحسنين كيديهم ليهم. المهم هادوك مواضيع راه نتوما عارفينهم، ليكليسيير رجعوا ليهم، ليكليسيير الخوت راه مهمين. كنشكروا الشركه ديال لا لين بلونش والعاملين بها، ديما كنقولها انا راه دائما كنقول شكرا جزيلا للعمال، شكرا جزيلا للعمال ديال المجازين وديال لا لين بلونش وديال هادو دابا غير ان شاء الله الضو، حتى هما راه ان شاء الله غادي يكون الضو، ان شاء الله 100% غادي يكون الضو، لان الطريق هادي ما غاتبقاش بلا ضو. كما لاحظتوا معايا الطريق راه مسرحه ما كرهناش اودي، هنا غير يديروا هاد الكليسير هنا في كل شيء. ودابا راه سولتكم على ديك رحله الخمس حتى واحد ما قال لي، لان قليل اللي كيدوز من هنا، ولكن شي نهار غادي نوقف هنا الا جيت ونسول شي واحد هنا وهو يقول لنا ديك رحله الخمس باش كتجي، لان حنا راه في 2023 تكون غادي في الطريق، باقي حنا دابا ولاد اكادير ماشي مشكل، خايبه دابا هو شي سائح ولا شي حاجه يدوز من هنا حنا غنسترو لان بلادنا هادي، ولكن الا جاتني شي سائح فهمتيني، شي سائح اجنبي وداز من هاد الطريق هادي غتعجبو الطريق، ولكن اين فوا غيشم ديك الريحه غيقول اه هادشي ما. اذا هادي هي عاد دابا هو الطريق المداري الشمالي الشرقي راه كيسالي هنا، لكن الا مشيتي دابا نيشان ما غاتمكنش كاع تمشي نيشان، يمكن راه سادين الطريق راه باقي سادين. اذا هنا دابا كتسالي الطريق، هنا لفان الفيل، ماشي لا فان فيلم، باقي ان شاء الله باقي حلقات وحلقات وحلقات وحلقات. كنشكركم على التتبع الخوت وادعمونا بلايك، راه داك اللايك ديالكم راه مهم، اللايك ديالكم الخوت راه مهم، باش نقولها ونعاودها باش نكمل لكم الفيديو هنا. شوف شوف تبارك الله، شوف 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 معايا هنا الطريق كي دايره يا سلام، والتونيل ولا التريمي شوفوا انتم كما سميتو، الله اخويا الا كنفرحوا فاش كنتلاقاو هاد لافونسمون ديال لانفراستركتور البنيه التحتيه، في انتظار ان شاء الله الدوله تفكر في البنيه التحتيه الاخرى ديال المدارس وديال المستشفيات وديال بحال هاد اللي دايره في الدرانكا دابا، هاد اللي دش الملك مدينه المياه للكفاءات راه زوينه هذيك مخيره كاع. يلا 10 دقائق وصلناها، الا تلاقيتو
كيفاش تعاونونا، عاونونا، شكرا.